في يوم من الأيام، والسلطان عماد الدين في قصره جالس مع حاشيته وهم يتسامرون، يأتي الغلام ليخبره عن الوزير حنظلة. مولاي السلطان، تفضل. الوزير حنظلة على فراش الموت. على فراش الموت، ويتمنى أن يراك. أنا قادم. السلام عليكم أيها الوزير. وعليك السلام مولاي. ماذا بك؟ يا مولاي، لن أستطيع أن أخدمك، فأنا على فراش الموت. لا تقل ذلك أيها الوزير، سوف تكون بأحسن حال. أيها الغلام، أجلب لي مشروبي المفضل. تفضل مولاي. تفضل. أشكرك يا مولاي. أراك لاحقا. مولاي، هل تأمرني بشيء؟ لقد شفيت يا مولاي. نحن دائما في خدمة مولاي السلطان. أنتم أحبائي. مولاي السلطان، لقد شفيت يا مولاي. وايلد تايجر يغير حياتك.